وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من المملكة المغربية سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. مساء الخير أستاذ أسامة، في البداية حدثنا عن أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر الدولي الكبير، المؤتمر الدولي للهجرة. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. التجربة الإصلاحية الشاملة لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى قد بلغت مرحلة النضج، ومن ضمنها الإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. لقد بدأنا نجني ثمار هذه التجربة الناضجة بعد سنوات من التطبيق، وبدأت الدول تنظر إلينا ليس بصفتنا فقط مستقبل للعمالة الوافدة، ولكن كذلك بصفتنا واضعي نظم متطورة يطلبون منا أن نشركهم فيها، ويطلبون الاطلاع على نتائج هذه المبادرات وعلى تعميمها. لقد انتقلنا بفضل السياسة الرشيدة للإصلاحية أن نكون من دول تتعرض للانتقادات في السابق إلى دول يشار إليها بالبنان ولله الحمد، وتطلب للمشاركة لكي نشرح كيف وصلنا إلى هذا المرحلة، إلى هذه المرحلة من التطور. نعم أستاذ أسامة، يعني كيف وجدتم تفاعل الدول المشاركة في هذا المؤتمر مع ما طرحتموه اليوم في الجلسة الختامية لهذا المؤتمر؟ ما تم طرحه اليوم تلقى أصداء واسعة، وسبقه قبل ذلك ورشة حوارية أقمناها بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وجمهورية الفلبين وإحدى منظمات المجتمع المدني في آسيا. استعرضنا من خلالها بالتفاصيل المشاريع التي طرحتها البحرين، وكيف كان لها أصداء لدى الدول المصدرة للعمالة، وكيف استقبلت وتم احتضانها واعتمادها لديهم. من المهم جدا بالنسبة للعهد الدولي للهجرة الذي تم إطلاقه اليوم أن يكون هناك آليات للتعاون البناء بين دول المصدر ودول المقصد فيما يتعلق بالعمالة الوافدة. وما تم طرحه في ورشة العمل وما تم طرحه في الجلسة العامة اليوم هو استعراض لهذه السياسة التي بدأت تأخذ أبعاد تتعدى حتى الخطوط الجغرافية لمنطقتنا العربية. نعم سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك وبوركت مساعيكم.